ما ذكر من القصص في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام وما يشابهها مما جرى للسلف الصالح فإن فيها غنية عما يذكر من قصص واقعية، فإن العبرة أبلغ بما مضى أكثر مما وقع، والسبب لأن الواقع قد يشوبه ما يشوبه من عدم التثبت، وكذلك لأن ما وقع فيما مضى لا شك أنه واقع لأناس بلغوا مراتب عليا في طاعة الله عز وجل. وإذا من أراد أن يكون حديثه عن القصص فلتغنه قصص القرآن وقصص السنة وقصص من جاء بعدهم من الصحابة والتابعين ومن سار على نهجهم، أما أن تشغل الأوقات بقصص واقعية ويكون ديدا المتحدث هو هذا الموضوع في جل مجالسه هذا ليس بسديد، إنما السديد أن ينظر إلى هذه القصص المذكورة في القرآن وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام ويستوحي منها الفوائد والعبر، لأن الله عز وجل ما ذكرها إلا لأنها أبلغ القصص، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام ما ذكرت في سنته قصص إلا لأنها أبلغ ما يكون. ولذا لما كانت قصة موسى عليه الصلاة والسلام أعظم القصص، ما الذي جرى؟ فنيت في كتاب الله عز وجل وذكرت في مواضع متعددة.